حكم فيها عطاء وهي خير الزاد. إن كان لك خلاف مع زوجتك اجعلها في غرفة النوم المقفلة، إياك وإياك أن تظهر ذلك أمام ذريتك، هذه من موجبات العقوق. لا تنصح ولا تعظ وأنت غاضب، كلامك يذهب أدراج الرياح. المؤمن كلما زاد انقطاعا إلى الله عز وجل زادت التفاتته للبشر أيضا. حكم فيها عطاء وهي خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هنالك عالمان في الأذكار، عالم التوحيد وعالم الولاية. على رأس الأذكار التوحيدية المذكرة بالله عز وجل كلمة لا إله إلا الله. بهذه الكلمة الإنسان يخرج من الكفر إلى الإيمان، طبعا مقترنا بالشهادة لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في عالم التوحيد. في عالم الولاية أعني تولي من أمر الله عز وجل بولايتهم، على رأس الأذكار هي الصلاة على النبي وآله. هذه الصلاة التي تتخلل في صلواتنا، والملفت أن ذكر التهليل في الصلاة في الأذان والإقامة والتشهد، ولكن ذكر النبي وذكر آله في كل ركعة في كل سجدة ولو على نحو الاستحباب، في التشهد والتسليم على نحو الوجوب. رب العالمين، طبعا الصلاة هيئة إلهية، رب العالمين الذي جعل مواقع النجوم جعل أجزاء الصلاة وشرائطها، كل شيء بمقدار. إذن المؤمن يتردد بين هذين الذكرين، تارة بذكر التوحيد والتهليل، وتارة بذكر الصلاة على النبي وأهل بيته. ولهذا المؤمن لسانه يلهج بالتوحيد فيما لو أراد أن يستخفي بالذكر. إنسان يذهب إلى مجلس عام، في مجلس فرح مرح عرس أو غيره، إن استخرج سبحة وأخذ يذكر ذكرا، نعم يتبين ذكره من خلال فتح الفم، حركة الشفتين، قد يصاب بالعجب، قد يتهم بالرياء، ولكن الذكر الخفي الذي بإمكانك أن تستتر به هو ذكر التهليل. كل حروف التهليل حروف لسانية لا يحتاج إلى أن تفتح شفتيك، أطبق الشفتين وقل ألف مرة لا إله إلا الله، من يعرف بك؟ إذن من موارد الانشغال بالذكر هو هذا ذكر التهليل. ولكن المؤمن عليه أن يكون كما نقول قلبه وعقله متحركا بحركة لسانه. هناك بحث بين العلماء، يقولون الذكر اللفظي إذا خلي من الالتفات الباطني هل فيه أجر أم لا؟ أول الكلام
البعض ينفي، يقول الذكر إن لم يكن فيه التفات هذا الذكر لا وزن له. ولهذا لو أن إنسانا نائما كافرا نائما تشهد الشهادتين لا نرتب عليه الأثر، قالها مستيقظا وهو يقول المسلمون يقولون هكذا لا نرتب عليه أثرا، ولو قالها غير قاصد ساهيا هكذا أيضا لا نرتب له أثرا. إذن كما أن الأثر الفقهي، كنوا معي جيدا، كما أن الأثر الفقهي الحكم بالإسلام مترتب على القصد والالتفات، البعض يقول الأثر المعنوي والجزائي والثوابي مترتب على الالتفات، ولكن الحق في المقام أن يقال بأن الله عز وجل يتفضل على الذاكر اللساني وإن لم يكن مستحقاً كونه ساهياً لاهياً. والدليل على ذلك أن القضية وجدانية، إنسان جالس وهو ساكت وإنسان يذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه غير ملتفت، هذا الإنسان أحب إلى الله عز وجل من الساكت، يعطيه شيئا، ولكن الأثر الكبير مترتب على الالتفات. الآن روايات أهل البيت، رواية طريفة جدا، كل رواياتهم طريفة. إمامنا الجواد عليه السلام يعلمنا درسا، إذا وصلت إلى جانب الربوبية وحده، هلله، سبحه التسبيحات الأربع، ولكن إياك وإياك أن تتجاوز هذا الحد، أن تحاول أن تغوص في عالم الغيب الذي لم يؤذن لك فيه. الآن الإمام الجواد عليه السلام له مقاربة جميلة، يقول عليه السلام أوهام القلوب أدق من أبصار العيون. أنت في عالم الوهم والخيال بإمكانك أن تتصور شيئا ما رأيته، العاصمة الفلانية ما زرتها، ولكن تتخيلها تخيلا، تتخيل جبلا من ذهب، هذا أمر ممكن. يقول إمامنا الجواد عليه السلام أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك. تخيل بلاد الهند كيف هي، هذه رواية إمامنا، يقول لك الحق تتخيل، ولكن فأوهام القلوب لا تدركه، الوهم والخيال الذي يصور لك الهند وأنت ما رأيت الهند، الوهم لا تدركه الأبصار، فكيف أبصار العيون؟ القلب لا يتخيله، العين كيف يدركه؟ هذه الكلمة من إمامنا الجواد عليه السلام، لعلها مثلا قالها وهو في العاشرة من عمره حيث بلغ مقام الإمامة. إذن ماذا نصنع؟ البعض يسأل أنا في الصلاة أتوجه إلى أي شيء؟ أتخيل أي شيء؟ عندما أدعو في القنوت أتذكر ماذا؟ الجواب عند إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه، عجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك. كنه الجمال، حقيقة الجمال لا تصل، ولكن أن تحوم حوماناً، جمال الطبيعة تأسرك، جمال الوجوه تأسرك،
لما لا تفكر في الجمال الذي جمل الطبيعة وجمل الوجوه الحسان في بطون الأمهات؟ مضغة، علقة، قطعة لحمية قبيحة. المرأة عندما تسقط جنينها في الشهر الثالث والرابع لا تنظر إليه، يلف في خرقة ويدفن، ولكن النحات، نحات الجن أجنة، بعد 9 أشهر يخرج لك طفلا جميلا. إذن كنه الجمال لا تصل، ولكن حم حول الآثار، هذا أيضا يربطك بذلك العالم. ولم تجعل اتفاقا معنى التكبير هذا، يا رب أنت أكبر من أن توصف. يقول إمامنا السجاد عليه السلام: ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. أن تقول لا أعلم لا أقدر، يا رب أنت أجل من الوصف، هذا تمام الوصف. الآن مؤمن في حال سجود بتوجه يقول كلمة التوحيد، ولكن لا بنحو الغائب لا إله إلا الله، خطاب توحيد له، ولكن عليك بالذكر اليونسي خطاب له: لا إله إلا أنت. يقال الخطاب بلا إله إلا أنت أرق من الخطاب بلا إله إلا الله، وأرق من الخطاب بلا إله إلا هو إلا أنت. متى الإنسان يخاطب ربه؟ عندما يقع في مصيبة كيونس في ظلمات 3، يخاطب ربه، لا يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ونحن نقول أيضا ما قاله يونس: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجب لنا ونجنا من الغم، وكذلك تنجي المؤمنين. اللهم فرج عن وليك كل هم وغم، أدخل على قلبه بشرى الفرج، لين قلوبنا لولي أمرك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.